السلام عليكم يا ثاني، كيف الحال؟ اليوم بإذن الله سنبدأ في درس جديد من وحدة الكسور والمجسمات، أو عفوا الكسور والأشكال الهندسية. عنوان درسنا لليوم المجسمات. شو معنى المجسمات يا ثاني؟ اليوم رح نتعرف عليه. طيب قبل ما نبدأ في درسنا بدنا نعرف شو مصطلح جديد أخذناه في هاي الوحدة. أخذنا عن مصطلح الكسور، حكينا إن العدد اللي فوق يكون ايش بي، ماذا يسمى؟ البسط. والعدد او عفوا الخط اللي موجود هنا خط الكسر، والرقم اللي بيكون موجود تحت هو المقام. وشبهنا هاي بالبسطة حتى نحفظ انه كلمة بسط هي اللي فوق، شبهنا هاي بالبسطة اللي بيعرض عليها البائع بضاعته. وهنا حكينا انه شخص قاعد تحت الطاولة وما رضى يقوم، مقام اخذوه مقام لإله. طيب يا ثاني، الان بدنا نبدأ في درس المجسمات. بدنا نعرف شو المصطلح الجديد اللي معنا، بيحكوا لنا مجسمات. وشو هو المجسمات يا مس؟ اول مرة اسمع فيه. تعالوا نشوف شو هو المجسمات يا ثاني. افتح كتابك صفحة 56، اكتب عنوان التاريخ واليوم والتاريخ على رأس الصفحة. أول سؤال حاط لك استكشف، ما شكل علبة الفول؟ ما شكل علبة الفول يا ثاني؟ لو اعتبرنا هاي إنها علبة فول، مش هي علبة الفول زي هيك بتكون؟ من هون فيها زوايا، فيها إشي، فيها مثل هيك، فيها هون زاوية وهون زاوية وهون وهون، لا كلياتها مستديرة، عاملة شكل دائرة. يعني لو أعمل إيدي زي هيك عليها عاملة شكل إيش؟ عاملة شكل دائرة. طيب هاي المجسم أو علبة الفول تسمى الإسطوانة. الإسطوانة، طيب يا مسكنا نحفظها. طيب أنتو جرة الغاز شو بنحكي عنها مرات؟ بنحكي عنها إسطوانة. ليش؟ لأنه شو شكلها؟ لأنها شكلها هيك مستديرة من الجناب، ومن تحت مستقيمة، ومن فوق نفس الشيء مستقيمة، تمام؟ فإذا بدنا نتذكر إن الشكل بيكون زي هيك هو إسطوانة، بدنا نتذكر إسطوانة الغاز. ما شكل علبة الفول؟ شكلها إسطواني. بدنا تكتب بجنب علبة الفول شكلها إسطواني. طيب يا ثاني نشوف هنا، تسمى هذه الأشكال المجسمات. طيب شو هي الأشكال؟ تعال نشوفها مع بعض. عندك أول إشي هرم، نتذكر أهرام مصر. أهرام مصر اللي هي بهذا الشكل، إلها قاعدة من فوق اللي هي قاعدة مدببة من فوق، رأس إلها من فوق، وإلها إيش؟ من الجوانب مائلة، يعني جاية كل رأس مع رأس هيك ملتقيين بشكل مائل. يعني هي هذا الرأس، هذا مع هذا، شوفوا مائل، ونفس الإشي هذا مع هذا مائل، فكون عندي شكل سميناه هرم. هذا بدنا نشبهه في أهرامات مصر، زي أهرامات مصر. نشوف كيف شكله، زي أهرامات مصر. إذا هاي حكينا عنها إسطوانة، وعشان نتذكر كلمة إسطوانة حكينا عن إسطوانة الغاز، وهاي حكينا عنها شكل هرمي أو هرم، ذكرنا أهرامات مصر. طيب يا ثاني، في عندي كمان شكل وهو مجسم جديد، كرة. كلنا بنعرف الكرة، اللي بنلعب فيها. هاي هيها، ما إلها زوايا ولا أي زاوية، مش مثل الهرم مثلا إلها زاوية من فوق، لا، ولا مثل الإسطوانة إلها إشي مستقيم هيك، دائرة مستقيمة من فوق، دائرة مستقيمة من تحت، لا، هاي جميعها مستديرة. هيها كرة كلياتنا بنعرفها، وعادي زي الكرة اللي بنلعب فيها دائما، فما في داعي نربطها بكلمة حتى نحفظها. حكينا ربطنا كلمة الشكل الإسطواني بإسطوانة الغاز، وربطنا الشكل الهرمي بهرم أو أهرامات مصر، والكرة اللي احنا بنلعب فيها دائما. طيب نشوف الشكل الثاني، الشكل المخروطي. الشكل المخروطي ما
مثل قبعة عيد الميلاد. قبعة عيد الميلاد هي هيك. هيا مثل قبعة عيد الميلاد ايش بنسميها يا ثاني؟ بنسميها مخروط، بنسميها مخروط، تمام؟ هاي صعب انه يعني صراحة مش خاطر ببالي الآن شغلة اربط لكم اياها فيها. اسمها مخروط، بدنا نتذكر قبعة عيد الميلاد شكلها مخروطي. طيب ثانية، لو اجيت انا الآن رسمت لك هذا الشكل امامك من الاشكال الهندسية، هذا الشكل شو اسمه؟ هذا الشكل اسمه مستطيل، تمام؟ هو شكل هندسي مش مجسم. طب انا الآن بدي اربطه مع مجسم موجود عندي اللي هو هذا المجسم، شفنا كيف؟ نفس هذا كمان المجسم، هو شكله لو اجيت شفت من الامام شكله مستطيل، بس انا هذا ايش بدي اسميه؟ لانه هون مستطيل، ماشي؟ طب الشكل هذا او المجسم اللي معي هذا شو بدي اسميه؟ متوازي مستطيلات، لانه في اكثر من مستطيل، من الاربع جهات في مستطيلات كلياتهم متساويات، بدنا نحكي عنه متوازي مستطيلات. متوازي مستطيلات ماذا يسمى هذا الشكل او هذا المجسم؟ متوازي مستطيلات. هذا الشكل مستطيل، المجسم تبعه متوازي مستطيلات. طيب حكينا عن علبة الفول انها اسطوانية، ونفس الاشي العلبة اللي امامي يعني الموجودة عندك باللون الأحمر، مرسومة باللون الأحمر، هاي اسمها اسطوانية زي هاي، وزي هاي اللي حكينا شبهناها بجرة الغاز. حتى نحفظ كلمة الاسطوانية حكينا ايش؟ بدنا نشبهها بجرة الغاز، طيب أو اسطوانة الغاز. هاي اسطوانية، هي مستديرة وفي إلها رأس مستقيم من فوق ورأس مستقيم من تحت، هاي شكلها اسطوانية. إذا عرفنا الهرم وشبهناه بأهرامات مصر، عرفنا الكرة زي الكرة اللي احنا دائما نلعب فيها، عرفنا المخروط حكينا قبعة عيد الميلاد هي مخروط، والمستطيل المجسم المقابل له متوازي مستطيلات لأنه في أكثر من مستطيل من كل الجهات، من أربع جهات في مستطيلات، والشكل الاسطواني أو الاسطوانة هي اللي موجودة أمامنا اللي شبهناها باسطوانة الغاز. ظل عندي كمان، في عندي هون هذا الشكل مربع، هو من الأشكال الهندسية، الشكل المقابل له بالمجسمات هو مكعب، هو مكعب، شوف من كل الجهات متساوي، متساوي زي ما شكل المربع هون متساوي. شوف المستطيل من هون بيكون طويل ومن هون قصير، بس المربع جميع اطرافه متساوية، هون متساوي هاي قد هاي قد هاي، يعني نفس الاشي. هذا بنسميه مكعب، مكعب المجسم هذا بنسميه مكعب. اذا نرجع نعيد مع بعض، اول شكل موجود عندي هو هرم، حكينا عنه هذا الشكل اللي هو اهرامات مصر، هذا الشكل او هذا المجسم، عفوا هاي مجسمات اسمها، هذا كرة. طيب اللي امامي هون مخروط، مخروط اللي هو قبعة عيد الميلاد مخروط. طيب والشكل اللي امامي هون او المجسم اللي امامي هون متوازي مستطيلات. طيب الشكل اللي امامي اللي موجود هون وهون هاي ايش؟ هاي اسطوانة، اسطوانة. طيب يا ثاني، واخر شكل اخذناه عنه سميناه مكعب، اخر مجسم هو المكعب. طيب بعض المجسمات تحتوي سطوحا مستوية، نلاحظ بما انه المكعب هو اللي عندي الان، بنلاحظ انه في عندي مجسمات تحتوي سطوحا مستوية وفي بعضها بس سطوحا منحنية وفي بعضها سطوحا مستوية ومنحنية. نبدأ بالمكعب. المكعب هون مستقيمة أو مستوية،
هون مستوية، هون من جميع الجهات مستوي. نشوف من جميع الجهات المكعب بيكون جميع الجهات فيه بيكون مستوي. طيب الشكل اللي كان قبله كان الاسطوانة، طيب الاسطوانة هون مستقيم وهون مستقيم أو مستوي. هون إيش حكينا عنها؟ هي حكينا تحتوي سطوحا مستوية زي هاي وسطوحا منحنية. شوفوا كيف حنيت إيدي لما حطيت عليها، هون كانت إيدي مستوية لما حطيت عليها، هون إيدي حنيتها عليها يعني ثنيتها أو هيك عملت الإيد لما وضعتها على الإسطوانة، وهون كانت مستوية، كانت مستوية. طيب الشكل اللي كان قبله كان المتوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات شكل مستقيم، هاي إيدي مستوية، إيدي مستوية من هون، من هون أيضا، من هاي الجهة كمان، من هون ومن هون، جميع جهات المتوازي المستطيلات مستوية. طيب يا ثاني الشكل اللي كان قبلي اللي هو المخروط، المخروط في عندي هون قاعدة مستوية، إذا هو يحتوي على شكل أو على جهة مستوية، على سطح مستوي وعلى سطح ماله ثنيت إيدي أو حنيت إيدي، شو بدنا نحكي عنه؟ منحني، منحني، إذا في عندي سطح مستوي وسطح منحني فيه. طيب إيش في كمان؟ أخذنا قبلي عن الدائرة، الدائرة جميع جهاتها بقيت يدي منحنية، فإذا ما في أي جهة من جهات الكرة مستوية، كلها مالها منحنية. وآخر شكل عندنا اللي هو الهرم، مستوي، مستوي، حتى لو إنه مائل مستوي ولا منحني؟ منحني هيك عملت عليه أنا ولا هيك عملت؟ هي مستوي، إيدي ظلت مستوية، هون نفس الإشي مستوي، هون مستوي، هون مستوي. طيب إذا حكينا شكل الإسطوانة تحتوي على شكل مستوي أو جهة أو سطح مستوي وسطح منحني زي ما هم كاتبين، لأن تحت الإسطوانة الزرقاء اللي حاطين لنا إياها موضحين لإلي إن السطح اللي في الأعلى هو سطح مستوي والسطح الجانبي هو سطح منحني. وسمي شيئين في غرفة الصفية على شكل متوازي المستطيلات، ممكن نحكي عن ماذا؟ عن الدرج، الدرج مش بس هيك من فوق، لا الدرج مش هو هيك، تعالوا شوفوا مع بعض. الدرج كامل هو متوازي مستطيلات، تعالوا شوفوا مع بعض. الدرج أمامي هو جزء من الغرفة الصفية، هو متوازي مستطيلات، في عنا من هاي الجهة لو إنه مسكر بده يكون مستقيم، مستطيل بشكل مستقيم، وهنا نفس الإشي، ومن الجهة الجانبية كمان نفس الإشي، مفروض إنه هيك هاي لو مسكرين الدرج رح يكون إيش؟ متوازي مستطيلات، نشوف هيك. هذا متوازي مستطيلات، ما بتوفر عندنا غيره، او ممكن انه نحكي عن الكرات والمجسمات اللي احنا جايبينهم. مثلا الكره لو اجينا مثلا عندنا حصه رياضه عندنا كره، فهي من المجسمات اللي موجوده بصفي. نرجع لدرسنا الان يا ثاني بدنا نبدا في الصفحه 57، نشوف اكتب اسم المجسم الذي تمثله كل صورة مما يأتي. نفتح كتابنا على صفحة 57، اكتب اليوم والتاريخ لحتى نحل مع بعض. يلا يا ثاني. اول شكل موجود عندي بيحكي لي اني لازم اكتب اسمه اللي هو هرم، وشبهناه بأهرامات مصر، أهرامات مصر حكينا انها على شكل هرمي اللي موجود عندي بهاي. شفنا نفس الاشي، هي في له رأس وزوايا، هيها موجود عنده زوايا ومستقيم او سطح مستوي، فاذا هاي بدنا نسميها هرم. هذا المجسم يسمى هرم،
هو نفس المجسم الموجود عندي في صفحة 56. طيب المجسم الثاني حكينا عنه هو قبعة عيد الميلاد، وهو شكل مخروط. مخروط قلنا أنه شكل مخروط، له سطح مستوي وسطح منحني. فإذا مخروط، وهذا الشكل هو هي شكل منحني وشكل مستوي. ايش هذا الشكل يسمى؟ حكينا زي علبة الفول، هو شكل اسطوانة. هيها هي موجود عندي هون، هو شكل اسطوانة. طيب الى ما يشير السهم؟ احوط الاجابة الصحيحة. طيب ثاني الابطال، السهم اللي موجود عندي هون بشير لإلي على الجزء هاي مخروط أمامي، يشير على هاي الجهة من المجسم. هاي الجهة مستوية ولا منحنية؟ حكينا أنا هيني بثبت إيدي عليها، حنيت إيدي زي هيك ولا كانت مستقيمة مستوية؟ هذا الشكل مستوي. مستوي هو سطح مستوٍ. طيب الكرة، هل هي سطحها اللي مأشرين عليه سطح مستوي أو سطح منحني؟ هيها أنا حنيت إيدي، حتى لو لفيتها على كل الجهات إيدي منحنية، فإذا هو سطح منحن. طيب الإسطوانة، الإسطوانة الآن أمامي، هو مأشر لي على أي جهة منها؟ على هاي الجهة. طب تعالوا نشوف هاي الجهة، لو إجيت وضعت يدي عليها رح تكون منحنية ولا مستقيمة أو مستوية؟ هيها إيدي منحنية زي هيك، شفنا كيف الإيد، أو مستوية؟ إيدي ظلت مستوية، فإذا هي سطحها مستوي. أيهما المختلف؟ أحدد الجسم المختلف من بين المجسمات الآتية. طيب بدنا نشوف مختلف من أي ناحية يا ثاني، بدنا نشوف مين في سطح منحني وفي سطح مستوي. أول شكل عندي اللي هو الكرة، جميع أسطحه منحنية. طيب نشوف الشكل اللي بعدي اللي هو الشكل المخروط، في عندي منحني وفي عندي مستوي. طيب هاي في عنده الاثنين، عنده الاثنين، هون ما عنده مستوي بس عنده منحني. طيب هون الاسطوانة عنده مستوي وعنده منحني، وهون شكل الهرم هيا جميع الأجسام فيها إيش؟ مستوية. بس ما فيها إيش؟ شكل منحني، أو عفواً إحنا هيك عكسناهم، حكينا ما فيها شكل، وهنا فيها شكل مستوي بس ما فيها شكل منحني أو سطح منحني. إذن يا ثاني أيهما المختلف؟ وين الشكل المختلف؟ جميعهم فيهم سطح مستوي إلا هاي اللي هي الكرة، المجسم اللي موجود عندنا أمامنا هو الوحيد اللي لا يحتوي على سطح مستوي. إذن لماذا أبرر إجابتي؟ لأن الكرة هي الجسم الوحيد الذي لا يحتوي على سطح مستوٍ. أطلب إلى طفلي تحديد، طبعا هاي بدها تكون واجب، تحديد أشياء في المنزل على شكل اسطوانة ومتوازي مستطيلات ومكعب وكرة ومخروط وهرم، هاي بدها تكون واجب معاكم. الآن يا أبطال زي ما تعودنا دائما كتاب التمارين واجب. أحوط المجسمات هون، بدك تحوط المجسمات اللي بتحتوي مثلا لها سطوح منحنية. حكينا المنحني ايش؟ بكون منحنية فقط. هاي منحنية فقط؟ لا، هاي منحنية ومستوية. المخروط منحني ومستوي. طيب الكرة منحني في مستوي؟ لا ما في، فإذا رح أحاوط في دائرة على الكرة اللي هي هون، ونفس الاشي هون بنشوف شو مطلوب، لها سطوح مستوية فقط، لها سطوح مستوية وسطوح منحنية. هاي فيها مستوي ومنحني؟ طب هاي فيها مستوي ومنحني؟ هاي فيها مستوي ومنحني؟ طيب وهنا
كمان لا. طيب في إذن إيش بدها تكون؟ الاستوانة والكرة والمخروط. هون بدك تحوط الأشكال اللي إلها سطوح منحنية. بدك تكتب أجسام أو أسماء المجسمات اللي موجودة أمامك في الصورة. بدنا نشوف الاختلاف بين المكعب ومتوازي المستطيلات. الاختلاف بين المكعب ومتوازي المستطيلات اللي هو مكعب جميع أضلاعه متساوية، جميع أضلاعه متساوية. المتوازي المستطيلات بنشوف إنه هذا الضلع طويل، هذا الضلع قصير، هون كمان طويل، وهكذا. هيك يا أبطال بنكون انتهينا من درس المجسمات. يعطيكم ألف عافية حلوين، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء.